عالميا غني عن التعريف بكل المقاييس، أثبت جدارته في تعدين العمولات والدفع للأعضاء منذ وقت طويل. هذا الموقع ابتدأ العمل في 2009 ومسجل لغاية 2023. كما قلت غني عن التعريف الموقع بصراحة. بداية نشرح الموقع. للتسجيل في الموقع سهل جدا، كل ما عليك هو الضغط على سيجناب، تضع الإيميل الخاص بك والباسورد ثم سيجناب، تتواصل برسالة إلى الإيميل، تفعل الحساب وتكمل باقي الإجراءات. عند تسجيل الحساب تضغط على لوجين، تضع الإيميل الخاص بك اليوزر نايم، ثم تضغط على لوجين. عند كل دخول كما تشاهدون تأخذ بونيس واحد دوغي. كيفية العمل في هذا الموقع؟ العمل في هذا الموقع تنقسم بالنسبة إلى قسمين: الأشخاص الذين لديهم مال للاستثمار، والأشخاص الذين ليس لهم مال ويحاولون البدء كما يقال من الصفر. نشرح القسم الثاني بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مال ولا يستطيعون الاستثمار في هذا الموقع. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، كل ما عليك فعله يوميا هو الدخول لأخذ البونيس المجاني. تضغط على Product ثم تضغط على Factor. هذه محفظة الموقع، كل يوم يعطون لك بونيس مجاني، تدخل إليها كل يوم لتأخذ بونيس مجاني. تملأ رمز الكاباتشا هذا هنا، ثم تضغط أوكي. كما تشاهدون هذا هو البونيس 38 دوغي، تحصلت عليها، تنضاف مباشرة إلى رصيدك. وهذا البونيس المجاني، عفوا إخواني، هذا البونيس المجاني كما تشاهدون ينضاف مباشرة إلى عملة الدوغي، يصبح في الحساب. ماذا تفعل؟ مباشرة هذا البونيس تقوم بالشراء به سحابة التعدين. تضغط على إيشانج، ثم هنا تضع دوغي، يعطيك هذه سحابة التعدين لمدة 5 سنوات. هذه قيمة التعدين التي تنضاف إلى سحابتك ذات 5 سنوات. أيضا توجد سحابة تعدين 24 ساعة، وسحابة سكريبت 24 ساعة، وسحابة تعدين عام، وسحابة تعدين 24 ساعة. تختار أيها تفضل. أنا دائما أفضل سحابة التعدين لمدة 5 سنوات. تضغط على بي هاش، تنضاف لك مباشرة، تعطيك عملية بأن العملية ناجحة، ومباشرة تنضاف إلى سحابة التعدين التي لديك. كما تشاهدون أنا لدي 39 جيجا هاش في سحابة التعدين التي أملكها، أقوم بتعدين بها. وبالنسبة للتعدين، تستطيع تعدين أي عملة تشاء من هذه العملات التي يتوفر عليها الموقع، حوالي أكثر من 15 عملة. أنا هنا أعدين الدوغ كوين، ولتغيير العملة تستطيع تغيير مينينج من هنا. مثلا أريد تغيير هذه عملة ريد كوين، اذهب إلى ريد كوين وتذهب مباشرة تبدأ في تعدين عملة ريد كوين. هنا كمية الحسابات كما تشاهدون، هذه عملة البيتكوين وهذه عملة اللايت كوين. هنا قيمة العملة بالبيتكوين، وهنا القيمة التي تملكها أنت بالبيتكوين. تستطيع أيضا حسابها بالعملات الأخرى مثلا بالدولار. كما تشاهدون قيمة عملة لايت كوين بالدولار هي 2.89 دولار. هنا المال الذي تملكه أنت
أعيد تعدين العملة إلى الدوكوين أحسن. لازلنا نتحدث عن الأشخاص الذين لا يملكون مال. اتباع هذه الطريقة هي الأفضل. أيضا تستطيع التعدين عبر الحاسوب الخاص بك. كل ما عليك هو الدخول إلى سوفتوير، تختار تحمل برنامج من الموقع، تختار الجهاز الذي تملكه ويندوز أو ماك أو لينكس. بالنسبة للأشخاص الذين يملكون الويندوز تضغط على داونلود، مباشرة تضغط تحمل البرنامج التعدين الذي يتوفر عليه الموقع. تضغط هنا على ايبوت ويندوز داونلود. بالنسبة لي أنا حملت البرنامج سابقا. عند تحميلك البرنامج تجده على شكل مرار هنا، تقوم بفك التعدين عليه، الضغط عليه عفوا. ليصبح لك ملف هكذا. هذا هو البرنامج، تقوم بالضغط عليه، لا يحتاج إلى وقت طويل للتنصيب. ننتظر فقط إخواني، ها هو البرنامج. كل ما عليك هو وضع إيميل خاص بك. ثم سيجنات. تسمح لهذا البرنامج بالتواصل مع الموقع. نذهب إلى الحساب الخاص بي. كما تشاهدون، هذه سحابة التعدين التي أملكها الآن. أنا قوتها 39 عفوا قوتها 39.99 جيجا هاش. بالنسبة للأشخاص الذين يملكون سي بي يو كما يقال، معالج جيد، سيتحصلون على عمولات جيدة بالتعدين في هذا الموقع. وبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتعدين عبر بطاقات الشاشة ذات الكفاءة العالية يستعملون هذا الخيار. أنا لدي معالج، ولكن جهاز الحاسوب الذي لدي بطيء. نضغط على ستارت. أيضا تسمح بالتواصل مع هذا الموقع ويبدأ التعدين. تنتظر بضع دقائق لتجد أن البرنامج قد توصل مع الموقع، يظهر لك خيار آخر هنا دلالة على أن البرنامج بدأ في التعدين. ولكن كما ذكرت، لابد أن يكون لديك حاسوب قوي لتستطيع التعدين في هذا الموقع. وهذا التعدين من الحاسوب الخاص بك هو فترة مؤقتة فقط لزيادة قوة التعدين، سحابة التعدين التي في الموقع. بمعنى أنك تقوم بالتعدين عبر الحاسوب الخاص بك، تعدين أي عملة، تختار عملة قوتها ضعيفة في التعدين وتقوم بالتعدين عليها. وكلما تحصلت على عملات من الحاسوب الذي تعدين به في الموقع، تقوم بشراء بها سحابة التعدين وتزيد قوة التعدين التي ذكرتها سابقا. لازال البرنامج لم يبدأ في التعدين بعد، سنعود إليه لاحقا. هذا الشرح بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون مال للاستثمار في الموقع. بالطبع عندما ترى أن قوة سحابة التعدين التي لديك أصبحت جيدة في التعدين، تستغني نهائيا عن التعدين من الحاسوب الذي لديك.
بالنسبة للأشخاص الذين يملكون مال يريدون الاستثمار في هذا الموقع، أنا استثمرت 10 دولار من الباي بال، تستطيع الاستثمار من الباي بال أو عبر العمولات كما تشاهدون، تستطيع الاستثمار هنا عبر العمولات أو عبر باي بال. تشتري سحابة تدين عبر العمولات أو عبر الباي بال. كل ما عليك إذا أردت الاستثمار عبر العمولات تضغط على ديبوزيت وتختار العملة التي تريد إرسالها إلى الموقع، تأخذ عنوان المحفظة وترسل إليها إلى هذا الموقع العملة التي تريدها. وكما تشاهدون هنا المينيموم أقل شيء للاستثمار في هذا الموقع. أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شراء عبر الباي بال، ملاحظة فقط، إذا اشتريت سحابة تعدين عبر الباي بال لا تستطيع السحب لمدة 180 يوم، أيضا بمعنى 6 أشهر. كل ما عليك هو الضغط على برودكت وبعدها جولد مينين ثم اختيار بيشين باي بال. ثم تختار قيمة. دائما أنصحكم بشراء سحابة التعدين لمدة 5 سنوات. أنا اشتريت 18 جيجا هاش بمبلغ أكثر من 10 دولار كما تشاهدون، من 10 دولار. ثم تضغط على باي بال وتكتب الإيميل الخاص بك والباسورد الخاص بالباي بال، وبعدها مباشرة تضغط على بي ناو. كما قلت لا تستطيع السحب لمدة 6 أشهر إذا استثمرت من الباي بال، ولكن أنا في كل الحالات لا أريد السحب، أريد الاستثمار أكثر وأكثر وأكثر لزيادة قوة التعدين الخاصة بي. بالنسبة للسحب، إذا أردت السحب تضغط على withdraw وتختار العملة كما تشاهدون، وتختار العملة التي تريدها، تضع كود المحفظة الخاصة بك وتضع قيمة العملة ومباشرة تضغط على هذا الخيار. أيضا بالنسبة للعملات الأخرى تطبق نفس العملية. الموقع سهل جدا كما قلت، ولا يحتاج منك إلا الدخول يوميا أخذ البونيس وتحويله مباشرة إلى سحابة التعدين لتقوم بتعدين. كما أشرت سابقا أنا اشتريت 18 جيجا هاش، استثمرت 10 دولار من الباي بال واستثمرت تقريبا 2 دولار من البيتكوين والباقي من إعادة الشراء من العمولات بالتعدين في هذا الموقع، ولن أحاول السحب وسأنتظر وأنتظر وأنتظر. هنا هذه الخيارات، سنشرح هذه الخيارات. هنا الريفيرال الخاص بك كما تشاهدون، لدي واحد مسجل وهو نائم، وهنا بول انفو، برامج التعدين، وهنا العملية التي قمت بها. أنا تسجلت في الموقع كما تشاهدون في 2014، ولم أكن أعرف كيف يعمل هذا الموقع، وكنت دائما كما تشاهدون أدخل لأرى هل تصدقوا علي بعملة أم لا، إلى غاية 2015 كما تشاهدون غبت عن الموقع لغاية 2015. 2015
2014 لغاية تقريبا من نهاية 2014 لم أزر الموقع إلى غاية كما تشاهدون متى استثمرت، غاية 23/8 بدأت في الاستثمار في هذا الموقع. بصراحة لم أكن أعرف هذا الموقع جيدا وكيف يعمل. لي جاء صديق تحدثت معه وتبادلنا أطراف الحديث، وقال لي هل تعرف موقع أبوت؟ قلت له أعرفه. قال لي أنا أملك فيها 4000 جيجا. قلت له كيف امتلكت كل هذا الجيجاهاش في هذا الموقع؟ قال لي من التعدين وإعادة الشراء فقط. ودخلت إلى الموقع ثم نظرت 4000 جيجاهاش كم تعطيك من التعدين. نذهب إلى موقع كراف لحساب العمولات، كما تشاهدون 4000 جيجاهاش سعرها 2320 دولار بالبيتكوين يوميا، تعطيك هذا العدد كم يوميا؟ تعطيك 3.5 دولار، وفي الشهر تعطيك 107 دولار. وكلما ازدادت قوة جيجا هاش التي لديك بالطبع يزداد التعدين ويزداد. نشاهد هنا 20000 جيجا هاش كم تعطيك شهريا؟ 532 دولار. نرفع جيجا هاش لنرى آخر جيجا هاش كم تعطينا في الشهر. سترون أن أرقام مهولة. ها هو الحساب الشهري، 21683 دولار شهريا من التعدين في هذا الموقع. أظن أن الموقع سهل جدا، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التي شرعتها والصبر. الصبر الصبر الصبر، ستصل بإذن الله. كما قلت أنا اشتريت 18 جيجا هاش والآن لدي 39 جيجا هاش في مدة أقل من شهرين. هذه القائمة الرئيسية دائما تعتمد عليها. كما قلت هنا الريفير الخاص بك، هنا بول انفو برامج التعدين، هنا العمليات، هنا الاستثمار في الموقع للسحب لشراء العمولات ودفع العمولات والشراء بها سحاب التعدين، وهنا لشراء العملة سحاب التعدين عبر باي بال. الأكونت الخاص بك كما تشاهدون نفس هنا الأخبار، أخبار موقع نيوز جديد، كل شيء عن الموقع. أنا الآن لدي 3 دوغي سأحاول شراء بها سحاب التعدين. أضغط على إيشونج مباشرة، أضع هنا عملة الدوغي، سحاب التعدين ذات 5 سنوات تعطيني هذه القيمة في موافق، تنضاف مباشرة لسحاب التعدين خاصة بي، وستلاحظ الفرق. أنك كلما كان لديك عمولات ستشتري بها سحاب التعدين لتقوم بالتعدين لك في الموقع. أيضا نعود إلى البرنامج، ها هو البرنامج خاص بي، قد توصل وبدأ في التعدين، بدأ في التعدين من الموقع. قوة الحاسوب الخاص بي كما تشاهدون 21 جيجا هاش، تعطيني في الساعة 2222 وفي اليوم 53330 بيتكوين شهريا. إذا قمت بالتعدين شهريا عبر الحاسوب الخاص بي سنرى كم تعطيني 3.8 دولار شهريا قوة الحاسوب الخاصة بي، وهي ضعيفة جدا بمقارنة الحواسيب الأخرى ذات المعالجات مثل الإيسات أو الإيسانك أو بالنسبة لكارت الشاشة ذات
فعالية قصوى مثل نيفيديا وغيرها. كما تشاهد البرنامج الآن يعمل، يقوم بالتعدين، ستتركه يقوم بالتعدين، وكلما قمت بالتعدين عملة في هذا الموقع تشتري بها سحابة التعدين هنا. وبعد مدة عندما تجد نفسك أنك امتلكت قوة جيجا هاش في الموقع، تستغني عن التعدين بحاسوبك. نضغط على ستوب، نوقف التعدين بالبرنامج، ونترك التعدين، سحابة التعدين التي أمتلكها في الموقع. وهكذا، وهذه هي العمولات التي قمت بتعدينها كما تشاهدون. جرت التعدين على كل العملات، وكلما عدنت عملة ستجدها هنا، ستجد قيمتها أيضا بالبيتكوين، كم سعرها عفوا. ستجد قيمتها بالبيتكوين كم تساوي. واحد بيتكوين، واحد دوغي يساوي هذا المقدار بالبيتكوين، يساوي هذا المقدار، المقدار الذي لديك عفوا. أظن أن الموقع سهل جدا في التعامل معه. كل ما عليك هو اتباع الخطوات التي شرحتها. بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على مال، يقوموا بالتعدين بالأجهزة الخاصة بهم، وأخذ البونيس المجاني يوميا، وشراء به قوة جيجا هاش سحابة التعدين في الموقع. بالنسبة للأشخاص الذين يملكون مال أو عمولات، يستطيعون أيضا الاستثمار في الموقع والشراء مباشرة. أظن أنني شرحت الموقع كامل، والموقع غني عن التعريف. الموقع كما قلت غني عن التعريف، ومعروف عالميا في التعدين السحابي، ويقوم بتعدين أكثر من عملة، أكثر من 15 عملة. أتمنى، أو في الأخير أتمنى أن تستفيدوا من هذا الموقع، ولا تنسونا بلايك، واشتركوا بالقناة كي يصلكم جديد الفيديوهات. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.